لعيب قوي جابرييل يحط واحده ناحيه اليمين خطيره لمصلحه المحله الشيخ هيلف الاوفر داخل المنطقه تخبط ولمسه يد وضربه جزاء لمصلحه غزل المحله. ضربه جزاء لمصلحه غزل المحله يشعل حماس الجمهور الحاضر في الملعب. والان هنشوفها اهي، ادي الكره قدام حضراتكم، هي مش في الان كامبادي اصلا من الاول، يعني الكره خبطت في مؤمن عاطف والحكم محمود وفا لا يتردد في احتساب ركله جزاء لمصلحه غزل المحله. تصدي الكرة النادري اللي كانت خطيره، ولكن احمد الشيخ على موعد مع ركله جزاء مع منتصف الشوط الاول تقريبا. مشاهدينا الافاضل متابعي اون تايم سبورتس، الشيخ احمد الشيخ المحله على بعد امتار من الهدف الاول. احمد الشيخ، احمد ورضا بيتقدم، احمد الشيخ الشيخ يحطها يا حبيبي، الله يا احمد يا شيخ. الهدف الاول لغزل المحله عن طريق احمد الشيخ، الهدف الاول لغزل المحله عن طريق الشيخ. له ما اراد، له ما اراد المدرب الحقيقه، وهدف محلاوي يشعل جمهور ملعب الاربع مداخل، ومش بس الملعب زي ما قلت لحضراتكم، المدينة كلها، المدينة كلها، ميدان الشون والمنطقة الشعبية والسبع بنات، كله المحلة كلها تحتفل بهدف أحمد الشيخ. 1-0 1-0 غزل المحلة، 1-0 غزل المحلة، حطها حلو قوي الشيخ، يزيد من غلة أهدافه أحمد الشيخ، وحطها برجله اليمين في الجانب اليمين.